بتعمل ايه يا ابو حميد؟ مكريل. مكريل المكريل اللي بتاعنا. وريني بقى، ابعد ده شويه كده. خفيفه عم اعمل كده، تشعيره خفيفه يا دوب الجلد بس. عشان تشوي. تشوي هتفتح تدي منظر الزيت، وبعد ما تتفتح قد المرمين بتاعك جميل يسيها كده، تاكل مكريل بطعم تحفه. طب انا اسالك سؤال، يعني مش تطفل مني. لا طبعا. ما فتحتهاش ليه؟ بمعنى فضيت بطنها. هو عايز كده، ما قلت لك حسب طلب الزبون. حسب طلب الزبون. اللي هم اختلاف الاذواق لبرد السلع. طب يعني ممكن تفتح وتخلي وتتحشي خلطه؟ لا لا. طبعا ده في طبق. شيف احمد شعره حبيبي عم احمد، اخبارك؟ مصيط القناه ورافع راس القناه ودايما في علو ورقي ان شاء الله. الحمد لله. احنا قدمت لنا قبل كده المكريل متشرح مقفول. تمام. قلت لي لا انا عايز اعمله مفتوح. بص، مش هيتفتح. مش هتفتح؟ لا. يعني بطريقه معينه. طب نفرق مع بعض. بص يا محمد، بص بتاع كده. تمام. كل طبعا جمهورنا على جواري السويس وكل الناس الحلوه اللي بتشوفها. بص يا محمد، لو انا بص اللي بيحصل هنا، طلعت قلبها كلها من غير ما اطلع بتاع البطن. انت وانت عايز تحافظ على الدوران بتاع السمكه. بص يا جماعه، وتحت الحنفيه اشطفها يا جماعه. نفس الطريقه. يعني هي بتسحب نفسها كلها بره. اهي بص يا عم، بضغطه كده على البطن بالراحه كده بتطلعها. واي سمك ممكن يتعمل كده يا عم. تمام. يبقى احنا كده ضمننا ان السمكه مقفوله متنظفه من الداخل. طبعا انت جايب روزماري. روزماري كده هتحط له جوه برضه؟ ممكن تحط روزماري عشان يزفر. مش كده. هبدا يشرحها يا جماعه. كانها محمد معمول عليها. نعم. كانها معموله على الفحم. تمام. السير. تعليقات الناس اللي هي بتوعدها بتطور احمد شعره في الحسبان؟ طبعا طبعا. بص يا عم احمد، هي مش مجرد يعني مهنه قد ما مجرد محبه ناس. يا رب دم علينا طبعا، يا رب كل الناس اللي بتشوفنا على القناه العظيمه الجميله طبعا. تاني يا عم احمد برضك كذلك. نشرح من ناحيتين يا جماعه على مسافه 2 سم. مفيش. لا مفيش. مفيش. لا ال 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 الفرق بين التشريحه والتشريحه. طبعا بالنسبه فضل. لازم تكون المكريليه ماسكه نفسها، وده افضل. انا هعرف اتعامل معاها عشان كل اللي ممكن يعمل الطريقه دي. تمام. بفضل الله عز وجل يعني تبقى سهله معاه ان شاء الله. طبعا عشان السمكيه طريت هي بالمنظر ده، بس انا عايز اوصل معلومه. تمام. يلا حط بقى شط ملح على الصاج ونيجي ندخلهم الفرن. تمام. المكريل الاصلي. ده المكريل الاصلي. في منه تديها تشريحه. حد يا جماعه يشتري مكريل، اوعى يشتري المكريل الطويل ده. مكريل طويل قوي كده. عامل فارس اللي بعد اسف في المعلقه اللي جنبك انت. طيب شفت الشيف عبده معانا وهو بيشوي؟ جميل. اشرحها خفيفة يا عم، بس مش باينة. يعني دي هتخش الفرنة والشين. هتحط تحتها ملح على الصاج برضه عشان تنزل. لازم لازم عشان قشرة السمكات بتاعتي. دي الناس بتشكرك فيها. ايوه عشان. لأن دي إضافة. الناس كانت بتلزق منهم السمك. ايوه تلزق وتفضل تحك بالسمك. وتغير منظر الجمال، لو شالت الجلد راح منظر السمك. الله ينور عليك. بنجيب المكريل يا جماعة وبنرصه في صاج، نضفته وحط عليه رشة الملح زي ما احنا قلنا عشان ما يلزقش. تمام. هياخد الشعله العلويه طبعا. طبعا هياخد الشعله العلويه يا جماعه. معاه ممكن ما تحط الزيت عين المكريل دي كده هيتقلب. ها اتفضل. قلبنا المكريل يا جماعه وهيخش الوش الثاني. اتفضل يا حبيبي. خدت وش تشميع تسويه وش اولاني ده يا احمد. الوش الثاني. الله ينور عليك. يلا الدرجه النهائيه. يا عم طب نعبي ونصور اللقطه المميزه بتاعت الكاميرا. هياخد بس يا عم احمد، اخد بس بطنه. تعملها على سفة عشان الضغط تستوي. ماشي يا حبيبي. كريل خد المارينيه بتاعه. تمام. وكده لف على اللف على طول. تمام. يلا يا حبيبي. يا عم احمد وش.
وده وش حضرتك؟ احنا جايبين البراند ده، ده الوش اللي واخد مارينيه وده الوش اللي مش واخد مارينيه. وبالف انا وشيفه لكل جمهورنا العظيم اللي بيشوفنا، وانا بشكر كل واحد بيدعمني وبيبعت لي اي لايك او اي اعجاب، انا بشكره جدا طبعا. اي نقد برضه تمام، واي نقد طبعا طبعا. بص يا عم احمد، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، اي حد بينصحك اقسم بالله بيحبك. يعني بيقول لك المرياله ما تزعلش منه، لا يا باشا، وانا ان شاء الله انا هطور من نفسي، وقريب ان شاء الله بقى فيك دي وكل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا عم احمد قريب.